وانا المشكل اللي عندي الكبير اي مشكل تحسب مكتسب لا في المونتيز لا في الكسوه هادو كاع يعطوهم لينا هادو هذا حقنا مكتسب من اعوام ما يمكنليش انا نخدم بكسوه وحده ولا نخدم بلا وانتيس باش نبين الوجه ديال الشركه راه الا خدمت بهذه الحاله هذا الا وتنبين بانه الشركه موسخه نقولها ما غاديش نخاف حيت العامل موسخ العمال خصهم يعطيوهم غير حقهم راه كسوه مكتسب اللي قالت مكتسب خلينا نطونسبورو شي حاجه اخرى دابا هادو غير ابسط الحقوق راه مازال ما شفنا فيهم والو والمشكل الاكبر اللي انا والله ما نرجع عليه هو هذوك 19 ديال العمال ودوك الربعه اللي وقفوا اقسم بالله